بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع الحلقة الأولى من الرسائل الثلاثة. هذه الرسالة تحت عنوان أهل الجنة ثلاثة، فيها ثلاث رسائل: رسالة تأمر بالعدل والإنفاق، ورسالة تأمر بالأخلاق والتراحم، ورسالة تأمر بالعفاف. الرسائل الثلاثة جاءت من سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة. من هم الثلاثة يا رسول الله؟ قال: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن أهل الجنة ثلاثة، مش معناها إن الناس التانية مش هتدخل الجنة، لا، لكن هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدل لنا على إن ثلاث أعمال، ثلاث أشخاص يدخلوا الجنة. أول واحد ذو سلطان مقسط متصدق موفق. ذو سلطان هنا مش معناها إنه لازم يكون صاحب نفوذ كبير، لا، إنما ذو سلطان هو صاحب المسؤولية، كبرت المسؤولية أو صغرت. فذو سلطان هنا المدرس في مدرسته ذو سلطان، المهندس في مصنعه ذو سلطان، الإداري في مكتبه ذو سلطان، رب الأسرة في بيته ذو سلطان. فالأول، أول من يدخل الجنة الإنسان العادل اللي ما بيظلمش حد، وعلى قد ما بيقدر بيتصدق في سبيل الله، فربنا بيوفقه لكل خير. الثاني رجل رحيم، قلبه مليان بالرحمة، مليان بالرحمة للناس، مليان بالرحمة للمسلمين، مليان بالرحمة لغير المسلمين، أبعد من ذلك مليان بالرحمة للحيوانات، مليان بالرحمة للطيور، مليان بالرحمة حتى للنباتات، لأنه شخص يعيش في سلام، سلام أبيض فهو صاحب قلب أبيض، وسلام أخضر مع النباتات فهو سلام، لأنه يمثل صورة الإسلام، فهو رجل رحيم، رحيم لأنه قلبه رقيق، رقيق القلب ورحيم مع القريب والبعيد، لكل ذي قربى ومسلم. والثالث رجل فقير، يعني على قد حاله بس عنده عزة نفس قوي، فهو رجل عفيف ومتعفف رغم أنه ذو عيال. فالثلاث شخصيات دول أول ثلاث شخصيات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن هم من أهل الجنة، دول أهل الجنة بجد. الأول رجل عادل، الثاني رجل رحيم، الثالث رجل عفيف. فكن واحدا من هؤلاء على حسب حالك وعلى حسب من أنت وأين أنت. نخرج فاصل ثم نواصل، ورجعنا لكم تاني مع الرسائل الثلاثة الأولى تحت عنوان أهل الجنة ثلاثة. الأول ذو سلطان، الثاني ذو رحمة، الثالث ذو عفاف. فاحنا قلنا إنه ذو سلطان هو صاحب المسؤولية والنفوذ، كبيرا كان أو صغيرا، هو رجل عادل، هو شخص عادل مع كل اللي تحت إيده، ويده سخية، هو مش عادل بس، ده عادل ومتصدق، يده سخية، يتصدق في أعمال البر وفي مشاريع الخير، وكل ذلك بتوفيق الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أجل ما نزل من السماء إلى الأرض التوفيق، فاطلب من ربنا دايما إنه يوفقك، فكن عادلا مع كل حد تحت إيدك. الشخص الثاني رجل رحيم، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. سيدنا النبي رحمة، إنما أنا رحمة مهداة. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعظم حاجة تقربك لربنا إنك تبقى رحيم، أعظم حاجة تقربك لربنا إنك تبقى حنين قوي، تبقى حنين على كل اللي حواليك. والله العظيم الله رب العالمين يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، فخليك دايما رحيم، رحيم بنفسك ما تعملش أي معصية، ورحيم باللي حواليك فما تضايقهمش بحاجة، ورحيم بالقريب والبعيد
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إنه اللي هيدخل الجنة الرحيم. فالصحابة قالوا له يا رسول الله كلنا رحماء، فقال لا، إنها ليس رحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة العامة، إنك ترحم كل الناس، يبقى قلبك فيه رحمة وحنية على كل اللي حواليك، يبقى قلبك فيه رحمة وحنية على الإنسان وعلى الحيوان وعلى الطيور وعلى النبات بل وعلى البيئة. الشخصية الثالثة اللي معانا شخصية العفيف، شخص عزيز النفس، شخص متعفف عما في أيدي الناس. ربنا في القرآن الكريم يقول يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فكن عفيف اللسان، كن عفيف القلب، كن عفيف النفس، كن عزيزا. كمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اطلبوا الحاجات بعزة أنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. اوعى تزل نفسك أبدا، اوعى تزل نفسك لحد، ما تزلش نفسك إلا لربنا، لأنه لما تزل نفسك لربنا ربنا يعزك. اوعى تنكسر لحد، انكسر فقط لله، لأنك لما تنكسر لله ربنا اسمه الجبار. اوعى تفتكر الجبار يعني الذي يجبر الناس ويقهرهم، لا، هو يقهر الظالم ولكنه يجبر كسر المظلوم. فدايما لما تزل زل نفسك لربنا، ولما تعز عز نفسك عن كل حد. لما تزل نفسك لربنا ربنا هيعزك، لما تكسر نفسك لربنا ربنا هيجبرك. طب التلاتة دول ليه سيدنا النبي جمعهم في مكان واحد وقال لي ذو سلطان ورجل رحيم ورجل عفيف؟ العلماء قالوا لأنه التلاتة دول يجمعهم إن هم جهدوا نفسهم وخالفوا هواهم. الرسائل الثلاثة، الرسالة الأولى كن عادلا ومنفقا، الرسالة الثانية كن على خلق ورحمة، الرسالة الثالثة كن عفيفا متعففا دائما. أسأل الله عز وجل أن يجعلكم جميعا من العادلين المتصدقين الموفقين، وأن يجعلكم الله عز وجل من الرحماء فيملأ قلوبكم رحمة ورقة لكل الناس، وأن يرزقكم العفاف في القول والعمل. اللهم آمين.